أيها الحبل الكريم، متابعينا مشاهدينا الأعزاء، نلتقي مع الشوط الثالث عشر في المجموع، ويتحرك بهذه المسافة المقررة بالأربعة كيلو مترات. ونرحب بالمركز الأول، عندنا منحاف مسلم بن علي بن دري المنصوري، من يقدم لنا منحاف على الصدارة على المركز الأول. والمركز الثاني طواشة سعيد بن وايد بن سالم بن حمود استبي، ولكن أيضا بشعار بن دري يدفع بالمركز الثاني ليلحق بركب المقدمة، ويتابع طريق الانتصارات، ويتابع طريق أيضا هذا العزم والإصرار على المركز الأول. أما النقلة التالية إلى المركز الثاني، المركز الثاني ما عرفنا اسمها، ولكن بنعطيها اسم أحلام، بنعطيها اسم أحلام اللي بدأت تصول وتجول، وأحلامها كبيرة في هذا التحدي. ناخذ المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع، نشوف اللي على المركز الرابع. وين المركز الرابع؟ نتأخر قليلا لأن المراكز شبه متناثرة في هذا الشوط. ناخذ شواهين عبد الله بن سعيد بن محمد بن عايد الاستبي، يقدم لنا شواهين على المركز الرابع. والمركز الخامس عندك يا راعي مرمرة سلطان بن سعيد بن سلطان العويسي. أما المركز السادس، هذه روعة دخلت معاهن روعة بالمركز السادس، أحمد بن محمد بن مصبع بن حمود الاستبي، خذ له نقطة في هذا اليوم، خذ له نقطة ويبحث عن نقطة ثانية مع روعة. هذه ما أعطت، نبغي نقول في الدرب طوعة هدركت فاخر نهاية مركبيها فارق ربوعة. ولكن الجماعة بدوا بالهجوم الجماعي، بن كليب وبن دليوي، وعندنا من أيضا بن حميدان، والكل حاضر في هذا الشوط، من حاف العويسي، ومن بنقول من بنعطي يعني المركز من السابع إلى العاشر. هم في صراع مستمر مع وهج بطي بن يمعة بن عبيد بن صبيح الفلاسي، أيضا عنده هذه اللي تير الشوط ير. ولكننا نذهب نلحق بركب المقدمة، مستانسين الجماعة في المقدمة، مستانسين في المقدمة. الله بن دري روحه مستانس، يعني روحه يغرد خارج السرب. الله يونسك ان شاء الله اليوم ودوم ودائما ان شاء الله، نشوفك في الصدارة وفي الطليعة وفي ايضا المهرجانات وفي ايضا معنى اسمها معنى. نحن اعطيناها اسم احلام، اعطيناها اسم احلام، ولكن اسمها معنى اللي هي وين معنى هذه؟ معنى بشعار بن دري، بن دري مسلم بن علي بن دري المنصوري، وحده اسمها معنى ووحده اسمها منحاف، ويتنافسن على المركز الاول، يتنافسن على الصداره. ما شاء الله، ما كنهن في ركض، كنهن يفحمهن، ما شاء الله، اداء ذاتي، اندفاع تلقائي. نشوف المركز الثالث عندك يا سعيد، عندك يا راعي طواشة سعيد بن مايد بن حمود الاستبي، من يقدم لنا طواشة. وطواشة طواشة تبغي الطوش وتبغي تهوش وتبغي تنافس. وهناك أيضا هذه الشاهينية، أول إذاعة بالحب، أول إذاعة شاهينية بالحب، ما شاء الله بدأت أيضا تطلع من المجموعة هذه. وعينها وين؟ عينها على شو اسمها بكرة، معنى واللي هي منحاف، معنى ومنحاف يتنافسن لوطايل الريس، ما همهن طول المساحيب، يتمن للسبق على الباب والناس حلبها تعصيب، متوترين وهن الاسباب، هن الاسباب هذيل اللي قدمهن في هذا الشوط الخطير والكبير، وبدون اي اوامر، بدون اي تعليمات، تظن انه يفحمن ويجهزهن للكبرى القادمة بعد 10 أيام تقريبا، القادمة جائزة زايد الكبرى بعد أيام معدودة. يجهز بن دري المركز الثالث عندك يا بالحب، والرابع عندك يا سعيد بن مايد الحمود
ليش تبي، ولكن نحن نبقى مع المقدمه، نبقى مع الطليعه، نبقى مع اللي تشوفونهم في المقدمه. ما شاء الله، اركض يا بن دري، اركض يا بن دري ودور نقوه البوس لي بالثمن تسوى ملايين، لي عضدها ما تايد الكوس، عرقوبها مسرعه هيلين، انسرحت والدرب مرشوش والقاع صمان وملايين، تريح نفسك يوم بطوش عند وين تركض خبر هيبين. شوف لي الثالث، شوف لي الثالث راعي دهشه، وين راعي دهشه؟ بن دري، بن دري بدا يحرك، بدا يحرك بن دري الان، وبدا معنا 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 تبغي تنافس منحاف، معنا ومنحاف ما شاء الله انجهزوهن وعزمن بالدرب تمن، كان فات فيهن تعقد بن دري، يا ليتهن تتضادات مسير ضاقا مش حم ولا بيضون، وين الوثبه؟ ما شاء الله، سلام 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 يا راعي الوثبه، سلام سلام يا راعي منحاف، سلام مسلم بن علي بن دري المنصوري، نهنيه. المركز الثاني عندك يا بن كليب، المركز الثالث عندك يا بن دري، المركز الرابع فهنا ياتينا راعي وهج بطي بن يمعه بن عبيد بن صبيح الفلاسي، والمركز الخامس عندك يا ابو راشد سعيد بن سهيل بن دريوي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الاعزاء للمراكز الاولى بست دقائق و19 ثانيه، ست دقائق و19 ثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.